السلام عليكم، تحياتي رجوية الجماهير التطوانية، تحياتي لكم جميعا. المهم جينا تلقينا احسن ترحيب هنايا في تطوان، التطوانيين خاوتنا وديما رجاء وديما تطوان، واللي ربح كنتمنوا له مسيره موفقه. وتحيه رجويه الجماهير، شي جوج واحد ولا واحد لزيرو، بارك عليك. ضروري انا غنقول راجع، حيت كنضيو الراجع ضروري نقول راجع ان شاء الله. واللي يربح المهم حنا راه خوت ثلاثه د النقاط بحال دينا حنايا بحال دات تطوان. وشنو رسالتك للناس اللي كيديروا الشغب؟ نتمنوا يحيدوا من هذا الشغب، وداك الشيء راه مصالح شي وكيخرب لهم حياتهم، كتخرب مدينه. دابا انت ناجي تخرب مدينه بواحد اخر مصالح شي، يعني هذا الشيء راه مصالح شي لا ليك ولا للمدينه اللي كتجي ليها ولا للوطن، كتوسخ الصوره ديال البلاد. هذا الشيء اللي بغيت نقوله. السلام عليكم خوتي، زينا لنا اليوم لتطوان نتفرجوا في الرهازة، وتحية رجوية للجماهير التطوانية وديما خاوة خاوة، وإن شاء الله الربح سيكون الفوز للرجاء البيضاوي إن شاء الله اليوم، وديما رجاء. شحال كتوقع؟ شي جلو واحد إن شاء الله ولا التعادل، اللي يربح بصحته. شنو كتقول الناس اللي كيديروا الشغل؟ تنقول لهم ديك السيادة راه ما صالحش بنادم يحاول يبدل العقلية. وفهمتي راه داكشي بنادم كيدمر حياته ويدمر والديه وصافي، فهمتي هادشي اللي كاين. كيفاش كانت الترحيب ديال تطوان؟ احلى ترتيب، احلى ترحيب مع الناس ديال تطوان، الله يعمرها دار الجود والكرم، وديما تطوان وديما راجل.